بسم الله الرحمن الرحيم. هنا في يوم الأحد الموافق 17/10/2021 وصل بحمد الله الدفعة الثامنة من لحوم صكوك الأضاحي، يكون إجمالي ما وصل إلى مديرية الأوقاف بورسعيد 17 طن. اليوم في يوم الأحد الموافق 17/10/2021 تم وصول الرسالة 14 من لحوم صكوك الأضاحي وقدره 4 طن، ليصل ما تم إيصاله إلى المديرية حتى الآن 52 طن. اليوم الأحد 17/10/2021 مديرية أوقاف المنيا تتسلم الدفعة 19 من لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام. تلت هذه الدفعة 3 أطنان، يصل مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف المنيا من لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام إلى 68 طن. اليوم تم وصول الدفعة 6 من لحوم صكوك الأضاحي لمديرية أوقاف الوادي الجديد وقدرها 2 طن، ليصبح إجمالي ما تم وصوله للمديرية 12 طن. اليوم الأحد الموافق 17/10/2021 تم بحمد الله وصول الدفعة 11 لمديرية أوقاف الإسماعيلية بكمية قدرها 2 طن، ليكون إجمالي ما وصل إلى مديرية أوقاف الإسماعيلية حتى تاريخه 30 طن. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.